نوهنا في بداية الحلقة ان احنا هنتكلم في الفقرة الأخيرة الطبية عن أضرار السمنة. هذا الملف اللي يمكن أخد حلقات كتيرة ولسه هياخد حلقات تانية، لأن أنت ما بتبقاش عارف بالظبط هو مشكلة السمنة أن أنا يبقى شكلي مش حلو في اللبس، ولا ده ليه تبعات تانية خالص بعيدة فوق ما نتخيلها. منها بالمناسبة ضيق التنفس، يعني ممكن ناس تلاقيها مش عارفة تتنفس، وده بيبقى بعد كده بيصاب بأمراض تانية، يعني جاية من قصة ضيق التنفس اللي جاية من السمنة. الملف كبير جدا والملف مهم جدا، وما هوش حاجه رفاهيه او مثلا احنا ممكن ان احنا نركز عليه عشان بعض المرضى وبعض الاشخاص يقول لك انا مش فارق معايا شكلي. القصه مش بيبقى فارق او مش فارق معاك شكلك، القصه قصه صحه عامه ولها اضرار، وللاسف الشديد ناس كتيره جدا قد يصل بهم الامر الى الوفاه بسبب السمنه. دكتور دينا ابو السعود منورانا كالعاده، اخصائيه التغذيه العلاجيه الشاطره جدا. صباح الفل. صباح الخير يا حبيبتي. تعالي نبدا، ونبدا بالتقيل او نبدا بالخبر اللي خلينا كده نبقى اليرت شويه. السمنه قد تؤدي الى الوفاه. للاسف الشديد ناس كتيره مش عارفه النقطه دي، وناس كتير واخده الموضوع ان هو شيء يعني جمالي اكتر، لكن خلينا نبدا من اضرار السمنه علشان نبدا بعد كده نقول ازاي ممكن نعالج. اضرار السمنه لا تعد ولا تحصى يا نهاوند، يعني الموضوع فعلا مش مقتصر على الشكل الجمالي. كلنا احنا كستات اكيد بنزعل، اول حاجه بتزعلنا ايه ده انا مش عارفه البس. واكتر حاجه بتفرحنا لخسيت فبيبتدي عندك ثقه بنفسك، وبتبتدي عايزه تخرجي مع اصحابك وتباني. دي طبعا يعني السمنه بتعمل مشاكل نفسيه رهيبه، وقد تؤدي الى الاكتئاب والانعزال التام. لكن عندي اضرار صحيه بتترتب عليها السمنه، منها مستوى الكوليسترول هيترفع في الدم، منها مقاومة الأنسولين هتعلى، منها سكر نوع تاني، بنبقى عرضة لسكر نوع تاني، منها أمراض القلب، أمراض الضغط، ودي التنفس وبالذات بالليل. بالظبط. وزي ما قلتي لو حصل البي ام اي البادي ماس اندكس لو عدى الأربعين أنا دخلت في سمنة مفرطة، واحيانا المورتاليتي ريت او نسبه الوفيات من السمنه بتعلى. بالظبط. فلازم يبقى عندنا الوعي ان احنا موضوع ان احنا نبقى رفيعين وما عندناش دهون وبالذات دهون الاحشاء البطن. يعني دهون الدراعات ما تخوفش قوي، دهون الرجل ما تخوفش قوي. اكثر دهون تخوف الفيسترال فات اللي هي في الاحشاء. اوكي. لان الاحشاء فيها الكبد، فيها المعده، فيها البنكرياس، فممكن يترتب دهون على الكبد، ممكن البنكرياس ما يعرفش يفرز يعني يعمل شغله والاكشن بتاعه، هرمون الانسولين يحصل له ديستربنس، ممكن يحصل مشاكل في الجهاز الهضمي كله. فلازم يبقى عندنا وعي ان السمنه بتؤدي الى حاجات خطيره جدا، والضغط والسكر طبعا، ضغط اللي هم برضو عواقبهم او عواقبهم وبعد عفوا مش وبعد فتره التهاب المفاصل والركبه مش هتشيلني وانا في سن صغير. انا اعرف حد في عائلتنا كده على فكره. طبعا يعني التخن الزياده اثر على ركبته وبالتالي هو مش عارف يمشي كويس والمفاصل توجعني. واي دكتور بروح له، حتى مهم قوي للستات اللي بتتفرج عليا اللي اتجوزت وقعدت سنتين وثلاثه ما حملتش وهي مليانه، اول حاجه دكتور النساء يقولها لازم تخسي، لان هي بتعرض نفسها لمتلازمه تكيسات المبايض. طبعا طبعا. وكمان دكتور الضغط لو حد تخين خس، دكتور السكر خسي. فده مهم جدا ان احنا لازم نخس عشان نقي نفسنا من امراض كتيره جدا. طيب ده بالنسبه احنا النهارده بنتكلم رجال وبنتكلم سيدات. عواقب الوزن الزايد عند السيدات يمكن احنا اتكلمنا عنه بشكل اكثر استفاضه من قبل كده، يعني من حلقتين، لكن النهارده خلينا برضو نركز على الرجال عشان محدش يزعل، يعني ما يزعلوش مننا. بس فعلا الرجاله بتتخن اكتر من منطقه البطن. في رجال بتلجا للعمليات، وبعض الاشخاص بتلجا للعمليات اللي هي اسمها عمليات السمنه، السمنه المفرطه. بالظبط. تكميم وفي ناس بتلجا لادويه معينه، وفي ناس بتلجا لدايت عنيف، بس في ناس بترجع تاني وناس بتنجح. خلينا نقول حل ممكن ان هو يساعد بشكل كبير، وفي نفس الوقت انا ابقى يعني صحتي سليمه او جسمي ما فيش فيتامينز خسرته. مهم قوي. لو جيت اول حاجه ببدا بالدايت، طبعا لو البادي ماس اندكس فوق ال 40 وال 45 اكيد يعني بنصح باللجوء للعمليات السمنه المفرطه وقتها، مش هستنى اعمل دايت. ده لما يبقى اوبيس لدرجه فيري اوبيس هو 100 كيلو بلس مثلا. في ناس 150 كيلو وحاجات كده صعبه قوي. صعبه.
لكن لو عايزين نبدا من ساعه ما شافونا دلوقتي النهارده بالدايت، بنحاول نعمل دايت، بس ناس كتيره جدا تقول لك لا ما تحرمنيش من حاجه. اوكي. انا بحب اكل نشويات، انا بحب اكل سكريات. السكريات خطر جدا، يعني انا مع المنتج اللي هتكلم عليه هنوقف السكريات، هنقلل السكريات جدا على قد ما نقدر. على قد ما نقدر. بس ازاي اقدر احجم المعده، ازاي اقدر احجم شراهتي بتاعه الاكل؟ اهم حاجه يبقى منتج امن مرخص من وزاره الصحه ودخله الياف. انا ما بحب يعني مهم قوي ان المنتج اللي بستخدمه ما يشتغلش على المخ. بيستا او بيستا طبعا من اهم المكملات الغذائيه المرخصه من وزاره الصحه المصريه، اللي مليانه الياف. انا عندي ثلاث الياف، هو عنده قوه ثلاثيه، ثلاث الياف. اولا الشوفان، قشور السيليوم، ورده القمح. الثلاثه دول مهمين جدا، دول اللي هيحسسوني بالشبع. بيستا الحلو اللي فيه ان هو فيه الالياف دي، بلس ان فيه الكروميوم. الكروميوم مهم قوي لتظبيط مستوى السكر في الدم، مهم قوي لتظبيط مستوى الكوليسترول في الدم، بلس ان داخله فيتامين سي. فيتامين سي بيحرق لي الدهون. يبقى انا بمنتج بيستا قدرت اتحكم في معدلات الشبع، هقول احنا هنستخدمه ازاي، وقدرت احرق الدهون المخزنه، وقدرت امنع من ابتصاص الدهون كمان. فبيستا منتج امن، بيتاخد ماكسيمم 3 كيس، يعني هو ساشيتس 3 اكياس في اليوم. ده لو انا اوبيز قوي، لو انا مش يعني مش فيري اوبيز، مش بتكلم في 10 بلس، يعني مش بتكلم في 10 كيلو بلس، يعني بالزبط. اقل بالظبط. هو ده اللي انا جايه اتكلم عنه، اللي هو بيستا المرخص من وزاره الصحه، المتوافر في الصيدليات او عن طريق شركه بايو ناتشرال، الارقام اللي ظاهره على الشاشه. طيب في ناس تقول لك انا ما بعرفش اكونترول هجوع امتى، ما عنديش روتين يومي، ممكن اجوع في اي وقت، ابقى فطرانه الساعه 9 اجوع الساعه 1 الساعه 2 وات ايفر. الحل ايه؟ يعني هل انا اقدر اشربه قبلها لازم نص ساعه او ساعه، ولا ممكن قبله وخلاص عشان الحق نفسي؟ موضوع ان انا اتحكم في الشراهه بتاعتي بتبقى صعبه جدا جدا جدا. احنا بنبقى يعني مش جعانين نعدي من قدام مطعم نجوع او انا يعني الحلو في بيستا انه بيتحكم لك كمان في معدلات الشبع لاحتوائه على رده القمح. ردة القمح بتاخد فتره في الهضم، فبتقعدي لو اخذتي منتج بيستا بتقعدي كذا ساعة انت حاسة بشبع، ودي حاجة كويسة. اللي عنده شراهة في الأكل بياخد بيستا قبل الأكل بنص ساعة على كوباية مية كبيرة، مش بق مية، لأن الألياف اللي فيه بتمتص المية وبتكبر في المعدة، يعني حجمه بيكبر، فأنت بتلاقي في الآخر حجم الفاضي في المعدة قليل. فلو أنا داخلة جعانة جدا وهاكل الطبق ده، أنا هاكل ربعه. ده ينفع قوي في رمضان ده يا دكتور دينا؟ طبعا ده ينفع في رمضان، يعني انا ممكن اخده اول الفطار كده وابتدي اشرب الشوربه بعد كده، هلاقي نفسي مش قادره اصلا اكمل. بالظبط. والحلو كمان ان انا لما اجي اكل السلطه، نبدا بالسلطه لان مليانه الياف وبروتين، نخلي النشويات في الاخر، بلاش كله مع بعض، عشان لما باجي باخد بيستا وباخد السلطه والبروتين هلاقي نفسي خلاص بدات اشبع، هاخد معلقه رز، معلقه مكرونه، لان النشويات مهمه، بس ما اخدش حله محشي واقول ان انا هخس. صح ولا ايه؟ بتهيألي ده الواقع او ده المنطق. وبيستا ما احطش عليه معلقتين سكر على ميه واقول ان انا هخس. ما شاء الله، هو ده ممكن ناس تعمله؟ طبعا. وكمان هو طعمه تفاح، فطعم مستساغ جدا، مش الطعم اللي احط فيه سكر. لا ما تحطوش سكر على بيستا ونقول ان احنا نخس، بلاش الاختراعات. بالظبط. واللبن يبقى يعني اخلي الدسم من غير سكر او حاجات المية. صغيره على قد ما نقدر لو عملناها. بالزبط. فعلا ممكن. والرياضه حلوه كمان، والله الحركه بركه. الحركه ما بقولش رياضه مين فيها بيقدر، بس يعني مش كلنا نقدر عليها. لا بتروحي الجيم، بشوفك على الانستجرام. كنت والله العظيم الطاقة. كنت، بس في بنات ما بتقدرش على ده. هو بيبقى دلع وكسل اوقات برضه. يعني في حالتي. خلينا نتابع كيس لشخص جرب بيستا اسمه علي، وهو بيحكي لك بقى، هو هيحكي لحضراتكم هو كان كام كيلو ونزل في قد ايه وازاي ده اثر على حياته بشكل ايجابي. نتابع ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. انا اسمي علي جمال محمود، سن 24 سنه، كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو. انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر البس. صحابي كان بيجوا مثلا يقول لي يلا نلعب كوره، ما كنتش بقدر اروح عشان كنت بيبقى في صعوبه عندي في الحركه، فكنت محروم من حاجات كتير قوي. بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي اتحلت. انا كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا،
كان بيحسسني بالشبع وكنت باكل كل اللي انا عاوزه وما كانش عندي مشكله في الطعم نهائي لان طعمه كان طعم التفاح كاني بشرب عصير بالظبط. كنتش محروم من حاجه نهائي. انا كنت باخد بيستا بس كنت باكل بكميات قليله لانه بيحسسني بالشبع لمده طويله. وانا الصراحه بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنه انه يجرب بيستا. اللي عجبني في التقرير اللي احنا شفناه ده الجمله الاخيره اللي هو قالها، قال بيحسسني بالشبع لمده طويله. قصه مش قصه ان انا باخد منتج قبل الاكل عشان باكلش كتير، لا هو كمان الايفكت بتاعه لساعات طويله. فانا لو بجوع بعد 4 ساعات، بعد 3 ساعات، بعد 5 ساعات، لا انا ممكن اجوع بعد 8 ساعات، فمن هنا انا ممكن اخس حتى طبعا. لو كلت يعني. ما هو هي قصه التخن ايه؟ هو التخن بيبقى كذا سبب، يعني انت عندك اكيد حاجات وراثيه في الجينز وكده بتؤدي الى سمنه، وسمنه زي ما بقول سمنه المطبخ كمان، يعني الاكل الكالوريز الكتيره اللي بناخدها اكتر من الحركه بتاعتنا، فاكيد هتخن. صحيح. فلما اقلل الكالوريز بتاعتي واتحرك اكيد هخس، فهي بتبقى نسبه وتناسب يعني. مظبوط. طيب في ناس برضو تيجي تقول ما انا ممكن لو بطلته ارجع تاني كل الوزن اللي انا نزلته ده، فدي ردها ايه؟ ردها لو انا بدات استخدم بيستا بعد فتره هحس اصلا ان انا مش قادره اكل زي الاول. على فكره هي المعده بتصغر فعلا ولا مفيش حاجه اسمها كده؟ لا المعده سنه بتكش، بس مش تكميم. التكميم لا، قصه ده موضوع تاني، موضوع اخر. لكن لو انا خايفه ارجع لوزني ممكن اخد واحد ساشت في اليوم. أوكي. على الاكله الدسمه بتاعتي. ممكن يوم ويوم يعني يوم على حسب بقى كل واحده هي حاسه بايه. بعد ما اوصل ده انا بتكلم بعد ما اوصل للوزن المثالي اللي انا بدور عليه. بالظبط. والنتيجه بتاعت بيستا رائعه، يعني انا ما اقدرش اقول هناخد بيستا النهارده في خلال شهر هخس كذا، يعني الرقم كل بني ادم غير التاني. أوكي. والراجل او الست اللي بيتمرنوا هيخسوا اكتر، لكن على الاقل هلاقي 5 كيلو في الشهر، من 4 ل5 كيلو، ده اقل حاجه. لو انا اتمرنت هلاقي نفسي بخس اكتر. وبحب انا موضوع ان انا ما استعجلش على الخسسان. اللي بيخس بسرعه جدا واللي بيتبع حاجات نظام غذائي مش صحي ويخس لي 10 كيلو او وات ايفر، او بياخد الادويه اللي بتشتغل على المخ او وات ايفر وخس بسرعه، هيرجعهم بسرعه. اوكي. فان انا اصبر على موضوع ان انا اخس، لو خسيت 5 كيلو في الشهر رائع. كل 5 كيلو بيغير مقاس. كل 5 كيلو بغير مقاس. فان انا يعني ابتدي اخد بيستا والاقي ان اللبس بدا يظبط عليا، بطني سنه نزلت، دراعاتي مش عارفه نفسيا يعني الوضع طبعًا. بيختلف تماما طبعًا. يعني وخلي بالك التخن بيكبر في السن جدا. جدا صح. يعني انا فاكره من 4 سنين كنت تخينه جدا. يا دي تجربه شخصيه بقى. اوكي. فكان شكلي كبير قوي في السن. بجد؟ طبعا. بس احنا نعرف بعض من زمان على فكره، يعني انا ودكتور دي نعرف بعض من زمان. ده من 15 سنه. لا انا تخنت. تخنتي في النص. في النص تخنت جامد قوي. ما كنتيش مليانه زمان. لا كنت زمان رفيع. حصل اضطرابات نفسيه او دخلت يعني مشاكل لظروف معينه. على لي نسبه الكورتيزول في الجسم، عشان كده بقول الضغط النفسي خطر جدا، بيتخن طبعا. والنوم المتقطع لو ما نمتيش من الساعه 11، خلي بالك من 11 ل 4 هرمون السعاده بيتفرز، لازم الوقت ده نبقى نايمين. اوكي. فعندي قصه النوم مهمه جدا. طب ما يتفرز واحنا صاحيين؟ لا هو بقى بيتفرز عشان ننبسط. هنعمل بيه ايه واحنا نايمين؟ وعلى فكره الناس كانت فاكره ان انا يعني لجأت العمليه، انا ما عملتش ولا عمليات سمنه ولا دي كانت اراده بقى. اراده وبطلت السكر. السكر which means ان يعني حتى سكر الشاي المعلقه بطلتيه؟ لا انا ما باخدش اصلا سكر على النسكافيه فجاه كده ولا مره واحده. مره واحده. دلوقتي ممكن اخد حاجه سويت كده كل يومين، معلقه كده حلي بقي، لكن وقفت السكر من الشاي والقهوه وكله. حتى دلوقتي وانا باجي احط نسكافيه لو حطيت ربع معلقه سكر تحسي خلاص ايه ده طعمه غريب. كويس. الاراده مهمه. طيب لو انا بتكلم لازم يبقى عند الانسان اراده ان هو يبقى افضل، يتحسن للافضل في كل حاجه في حياته، حتى شكله وصحته طبعا، وفي نفس الوقت ابتدى ان هو يشوف ايه افضل الحاجات المساعده، منها اللي هو مثلا زي بيستا، المنتجات اللي زي بيستا، وفي نفس الوقت حد بيدور على حاجه اخرى ان هو يشوف ايه الفيتامينز اللي جسمه يعني محتاجها او ناقصاه علشان يقدر ان هو كمان يبقى عنده طاقه احسن.
اداء احسن. في ناس بتشتغل على فكره 12 و14 ساعه في اليوم، فبيبقى محتاج ان هو يبقى عنده طاقه. طبعا عكس ناس بتشتغل ساعتين ثلاثه او ما بتشتغلش. فالناس دي ممكن ان احنا ننصحهم بجانب بيستا ان انا اخد مكمل غذائي يقدر يحقق لي ده او المعادله دي. طبعا المالتي فيتامينز مهمه جدا للناس اللي بتعمل دايت او الناس اللي بتخس والناس كمان اللي مش عايزه تخس. الفيتامينز مهمه لاي حد في الحياه، حتى الناس الفاكره ان هي صحتها رائعه وبتروح الجيم وبتاع، برضو ده مش انديكيشن او مش مؤشر لان انا ما عنديش نقص في فيتامينز معينه. لان الفيتامينز احنا الجسم مش بينتجها فبناخده من الاكل. مين فينا كل يوم اكله صحي؟ لا طبعا، يعني ما اعتقدش. مفيش. فبرشح جدا الب مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت المرخص من هيئه سلامه الغذاء اللي فيه 13 فيتامين ومينرال. من اهم الفيتامينات فيتامين بي كومبلكس، ده مهم جدا لسرعه الايض ومهم للتمثيل الغذائي ومهم لقوه اعصابنا ومهم لصحه مخنا كمان ومهم لتكوين كرات الدم الحمراء. عندي كمان داخل الب مالتي فيت فيتامين سي المهم لنضاره بشرتي ونضاره شعري. يعني حد يقول لي طب انا بعمل دايت ليه دكتوره دينا بتقول يستحسن ان انا اخد الكورس؟ لان لو انا قللت الاكل شعري ممكن يتاثر، بشرتي ممكن يحصل بهتان، ضوافري ممكن تتكسر. فنقدر نعوض ده بمالتي فيتامين اللي هو الب مالتي فيت اللي داخله كالسيوم مهم العظم ومهم الضوافري، داخله فيتامين سي، داخله فيتامين اي. فيتامين اي مهم جدا للبشره. وفيتامين بي ناس كتير مش عارفه انه بيساعد جدا على ترطيب الجلد وبيحمي. وانس ان انا رطبت جلدي بحمي نفسي من الرينكلز والتجاعيد. اوكي. فالبا مالتي فيت مرخص موجود في الصيدليات، باخد قرص واحد بس بعد الاكل بنص ساعه. عايزين ناخد الكورس على بعضه نقدر نتكلم عن طريق ارقام شركه بايو ناتشرال، عندنا دكاتره تقدر تتابع الحالات كمان فور فري. كويس جدا. طيب احنا الوقت بيجري فخليني اروح معاكي للاشخاص اللي هم الكبار في السن بطريقه يعني فوق بقى ال 75 مثلا. اللي هو في نفس الوقت ممكن يبقى عنده نوع من خلاص بقى وناخد مكمل غذائي ليه ولا خس ليه. يعني في ناس اوفر ويت بشكل بشع وهم عندهم سبعينات يقول لك خلاص بقى انا انبسط الكام سنه اللي فاضلين لي من حياتي. في ناس بتفكر كده، مع ان انا ضد هذا التفكير تماما. مش هيحصل الانبساط، هيحصل مشاكل صحيه يعني بالذات كبار السن. يعني احنا عايزين انا بقول الصحه على قد العمر الحقيقه. يعني الصحة على قد العمر. فما ينفعش ان انا يعني ابقى سني كبير ويبقى فيه اوفر ويت قوي، لا انا هعيش تعبانة. فلا يستحسن. فده تفكير او ثقافة نتمنى ان هي تختفي حي من طبعًا مجتمعنا. طبعًا. مفيش حاجة اسمها كده ابدا. طبعًا. يعني اعتقد ده اكتر سن ممكن يبقى في حاجة ان انا اظبط واخد مالتي فيتامين فيه، وفي نفس الوقت ان انا لو مليان او عندي مشكلة في الزيادة في زيادة الوزن ان انا الجأ لحاجة زي بيستا ان هي تساعدني على فقدان الوزن عشان حتى اعيش مرتاح، حتى لو فاضل لي كام سنة اعيشهم بصحتي مش اعيشهم وانا تعبان وحد بياخد باله مني. يعني صح. كلام محترم جدا دكتور دينا، نورتينا بجد وبنستفيد كل حلقه عن الثانيه. ان شاء الله يبقى معانا حلقات اخرى يعني نفيد حضراتكم ونستفيد احنا كمان. نشوفكم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.